أتعلمون من هو أكبر معين للإنسان لكي يكون عبدا صالحا؟ إنه الشيطان. الشيطان أكثر من يساعد الإنسان في الدنيا على عمل الصالحات هو الشيطان، لأنه إذا لم يجاهد العبد نفسه ويجاهد الشيطان فلن يصبح صالحا ولن يعرف معنى الإيمان. أتعلمون أن أذكى مخلوقات الله هو الشيطان؟ يعمي بصر العبد بعد ذلك يهاجمه، وهذا لكي يبعده عن الطريق، لكن العبد الذي يقضي الليل والنهار لكي يصبح عارفا بالله، حتى إذا بذل الشيطان جهده كله ليغويه فالعبد الصالح لا يحني له رقبته ولا يسير معه، وكلما عانده كلما قوي إيمانه وازداد في الإخلاص. ولهذا فالعدو كالشيطان، فمن يقضي حياته يقتل ليحقق البطولات وظيفته كوظيفة الشيطان. فليكتب الله لنا السير على طريقه، وليمنحنا الإرادة والعزيمة لنجاهد الشيطان والأعداء، وليعطنا القلب والعقل أيضا. آمين. آمين.